لويين 9. وفي اليوم الثامن نده موسى هارون وولاده وقادة ولاد إسرائيل وقال لهارون: هات تور عشان ذبيحة الخطية وكبش عشان محرقة بشرط يبقوا سلام، وقدمهم في حضرة الرب. وقول لولاد إسرائيل: خدوا تيس من المعيز عشان ذبيحة الخطية، وتور وخروف عمرهم سنة سلام عشان محرقة، وتور وكبش عشان قربان سلام عشان يدبحوا في حضرة الرب، وتقدمة من دقيق معجون بالزيت، لأن الرب هيظهر لكم النهاردة. فجم باللي أمر بيه موسى قدام خيمة الاجتماع، وطلع كل الشعب قدام ووقفوا في حضرة الرب. فقال موسى: هو ده اللي أمركم بيه الرب عشان تعملوه، عشان يظهر ليكم مجد الرب. بعدين قال موسى لهارون: قرب من المذبح وقدم ذبيحة خطيتك والمحرقة بتاعتك وكفر عن نفسك وعن الشعب. بعدين هات قربان الشعب وكفر عنهم زي ما أمر الرب. فقرب هارون من المذبح وقرب الطور ذبيحة خطية عن نفسه وقدم لولاده الدم، فغمس صباعه فيه وحطه على قرون المذبح. بعدين كب بقية الدم عند القعدة بتاعته وحرق على المذبح شحم ذبيحة الخطية والكليتين بتوعها والمرارة بتاعتها زي ما أمر الرب موسى. أما اللحمة والجلد فحرقهم برا المعسكر. بعدين ذبح هارون كبش المحرقة وقدم لولاده الدم فرشه على جوانب المذبح. بعدين نولوه الحتت بتاعت لحمة المحرقة ورأسها فحرقها على المذبح، وغسل المصارين والكوارع وحرقها فوق المحرقة على المذبح. بعدين قدم قربان الشعب، فأخد تيس خطية الشعب وذبحه وقدمه قربان خطية على طريقة قربان الخطية الأولاني. بعدين جاب المحرقة وطلعها حسب الشعير المكتوبة، ورفع كمان تقدمة الدقيق فملأ إيده منها وحرقها على المذبح، ده غير التقدمة الصباحية المعتادة. وكمان ذبح التور والكبش ذبيحة سلام عن الشعب، واداله ولاده الدم فرشه على جوانب المذبح، ونزع شحم التور ولية الكبش وشحم الكليتين والمرارة منهم، وحطوا الشحم على السدرين. بعدين حرق الشحم على المذبح، وأما سدر كل واحد منهم ورجله اليمين فقدمها قدام الرب زي ما أمر موسى. بعدين رفع هارون إيديه ناحية الشعب وباركهم، ولما انتهى من أنه يقرب ذبيحة الخطية والمحرقة وذبيحة السلام نزل من عند المذبح، ودخل موسى وهارون لخيمة الاجتماع. بعدين خرجوا وباركوا الشعب فتشاف مجد الرب للشعب كله، وخرجت نار من عند الرب حرقت ذبيحة المحرقة والشحم اللي على المذبح. ولما شاف الشعب ده هتفوا هما بيركعوا بوشوش موطية ناحية الأرض.